الفنون الجميلة بالأسكندرية، يقع بمنطقة محرم بيه بمدينة الأسكندرية، ويعتبر أول متحف بني خصيصا ليكون متحفا للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط. يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية وبعض ألواح المستشرقين. ويضم المتحف أيضا بعض أعمال الحفر والطباعة، بالإضافة إلى أنشطة التبادل الثقافي الدولي. تبدأ قصة المتحف عام 1904، عندما قبلت بلدية الأسكندرية مجموعة اللوحات التي أهداها أحد محبي الفنون الجميلة، وهو الألماني إدوارد فريدهايم، وهي مكونة من 210 عمل فني لأكبر الفنانين الأجانب. وقد اشترط فريدهايم على بلدية الأسكندرية أن تنشئ مكانا لعرض الأعمال، وإلا عادت لموطنه الأصلي ألمانيا للعرض في متحف روسلدورف. وفي عام 1936 أهدى سكندري آخر، وهو البارون ديمناشا، فيلا بحي محرم بيه كي تكون مكتبة ومتحفا للأعمال الفنية. وبالفعل تم البدء في تنظيم مجموعات الأعمال الفنية لعرضها، إلا أن الحرب العالمية الثانية سرعان ما قامت وأصابت المبنى بإصابات مباشرة، فاضطرت البلدية إلى تخزين الأعمال، ورصدت البلدية اعتمادات كبيرة لتحويل الفيلا إلى متحف كبير يليق بفنون الأسكندرية. البارون فيليكس ديمناشا صاحب الأرض المهداة لبلدية الأسكندرية عام 1936 لكي يقام عليها متحف الفنون الجميلة. فيليكس ديمناشا كان تاجرا ماهرا، وتوفي عام 1943، والذي كان متزوجا من السيدة روزيتا الإربياري، والتي توفت عام 1949، وكان لهما من الأولاد جورج ديمناشا وجان ديمناشا. وفي عام 1949 تم تكليف المهندس المعماري فؤاد عبد المجيد من قبل مدير عام بلدية الأسكندرية آنذاك حسين صبحي لبناء متحف الفنون الجميلة، وقد تم بناء المتحف على أحدث طراز، متضمنا العديد من صالات العرض ومكتبة فنية ومركز ثقافيا خصص لإقامة الحفلات الموسيقية وتقديم الندوات الثقافية والعروض السينمائية. وفي 26 يوليو عام 1954 قام مجلس قيادة الثورة بافتتاح المتحف، تزامنا مع الاحتفال الثاني لثورة يوليو. وفي 26 يوليو 1955 قام الرئيس السابق جمال عبد الناصر بافتتاح الدورة الأولى لبنالي الأسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، وهو البنالي الأقدم على مستوى العالم بعد بنالي فينيسيا، والذي احتضنه المتحف منذ ذلك الحين وحتى الآن. وفي يناير 2013 تم إعادة افتتاح المتحف مرة أخرى بعد تطويره، وقد تم إضافة مبنى للورش والاستضافات الفنية بالحديقة الخلفية للمتحف، ومتحف للخط العربي، وتخصص قاعة من قاعات المتحف لتكون قاعة للعروض المتغيرة، وأطلق عليها اسم الفنان السكندري حامد عويس.